أجمل الصباحات عليكم مشاهدينا وين ما تكونون، نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج صباحكم وأكيد على شاشة اليو تي في. صباح الخير فيها. صباح الخير أريج، وسعد صباحكم مشاهدينا. حلقة جديدة مثل ما ذكرت زميلتي راح تكون فيها فقرات كثيرة ومتنوعة مع ضيوف أكيد راح يكونوا موجودين وتقارير جدا حلوة ومهمة. نبتدي ببرنامجنا بأولى الفقرات من عدكم خبر. أول الأخبار نبديها من اللجنة المالية النيابية التي أعلنت عن قرب وصول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 للتعديل عليها وعلى جداولها. وأشارت اللجنة إلى أنها خصصت أموالا إضافية للمحافظات بغية تنفيذ مشاريع استراتيجية، هذا ما يتطلب منا متابعة التمويل والتنفيذ، لافتة إلى ضرورة العمل على تذليل معوقات استكمال مشاريع الأبنية المدرسية المتلقية تلكئة منذ سنوات. وفي سياق آخر، أعلن رئيس فريق التواصل الإلكتروني الحكومي عمار منعم موافقة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على تقرير لجنة فك الاختناقات المرورية، فيما أشار إلى شمول 12 منطقة عقدية فيها اختناق مروري. وأكد منعم أن المقترحات والحلول شملت تطوير 12 منطقة عقدية وفيها اختناق مروري حاد توزعت بين مختلف مناطق بغداد، مبينا أن اختيار المناطق جاء أثر معاينة ميدانية وتمت بالتعاون مع مديرية المرور العامة. وإلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اللي أعلنت عن استرداد 170 مليار دينار ممن كانوا متجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية بعد أن تم الوصول إلى أكثر من 193 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية ضمن العام الماضي. نعم، ولفتت الوزارة إلى أن لديها الآن أكثر من 20 ألف أسرة جديدة خاضعة لعمليات الاسترداد، كما توقعت خلال الأسبوعين المقبلين ظهور نتائج جديدة من خلال مقاطعة البيانات، مبينة أنها تعمل على تدقيق جميع ملفات الأسر الذين يقدر عددهم مليونين بشبكة الحماية الاجتماعية. أعلنت وزارة التجارة عن قرب انخفاض سعر طبقة البيض اللي وصلت إلى أرقام عالية بالأشهر الأخيرة إلى 5000 دينار بعد موجة الارتفاع التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية، مبينة أن هناك وجبة كبيرة من البيض دخلت إلى العراق وستصل إلى الأسواق خلال الأيام القادمة. نعم، وعن ملف البطاقة التموينية، أكدت الوزارة أنها سوف تتوجه إلى برنامج محدث وبإمكان المواطن تحديث البطاقة الإلكترونية التموينية من بيته بدلاً عن ذهابه ومعاناته، والتحديث يكون عبر البطاقة الموحدة، والتعليمات سوف تصدر قريباً من الوزارة، مبيناً رصد 400 ألف متوفى في الكرخ فقط من خلال البطاقة الإلكترونية. أعلنت وزارة الموارد المائية أن الخزين المائي الاستراتيجي للبلاد في السدود بحالة جيدة بعد أن بلغت نسبة تساقط الأمطار في المناطق الشمالية أعلى من العام الماضي على حد قول الوزارة. نعم، وأوضحت الوزارة أن الموسم المطري الحالي جيد في بناء الخزين المائي، مبينة أن أكثر السدود التي تأثر بنقص المياه سد الموصل لأنه المصدر الرئيسي للخزن، كما أن الواردات المائية في سد دوكان ودرب ديخان جيدة لأن كميات الأمطار في السليمانية جيدة. إذن مشاهدينا نتابع نشرة الطقس ونشوف شنو هي آخر تطورات درجات الحرارة في بغداد وعموم البلاد.
مشاهدينا الآن ننتقل إلى فقرة المرور، نتابع حركة السير في شوارع العاصمة بغداد. فعاليات فنية وثقافية كثيرة يشهدها المسرح الوطني، والذي يحتضن مسرحيات وأعمال فنية عربية وعراقية. من بين العروض عرضين للمسرحيين أو للمسرحين الأردني والمغربي من خلال مسرحيتين مختلفتين، حنشوف تفاصيلها ويا زميلنا علي مروان. قدمنا العمل فني فريمولوجيا من الأردن. هو عمل يتناول الأنماط الاجتماعية والإنسانية، القوالب التي نعيشها منذ بداياتنا ولا نفهم لمن نعيش تلك القوالب. هي انطلاقة فلسفية لكي نقول يعني مقولة صغيرة، أنه لما لا نفكر في تلك القوالب التي نعيشها، نمارس ممارسات كثيرة لا نعرف لما هي ومن أين أتت وكيف أتت. وهنا في زخم، الجمهور هنا مختلف، يعني انت حتى المخرجين الشباب العراقيين هم اللي موجودين لمرافقة الوفود، يعني شوف قديش هالحرص الفني. طبعا هي تجربة كتير مهمة لنا، وتجربة يعني بتخلينا يعني قدام محك كتير كبير، لأنك أنت قدام جمهور عريق وقدام جمهور الوطني العربي كله، من الضيوف من مشاركين، وبمهرجان كبير كمهرجان الهيئة. فكانت مسؤولية الحقيقة كتير كتير كبيرة. يعني الأداء أنا ما بقدر أقيمه، إن شاء الله نكون عقد المسؤولية وأدينا عرض يليق بالمهرجان وبالحضور. مسرحية كلام هي التي قدمتها فرقة مسرح الشباب ديال المهرجان. هي تحكي حكايتها، ربما تكون حكاية بسيطة، لأنها هناك امرأة تطوف بمجموعة من الفضاءات ومجموعة من المدن، وخصوصا مقابر هذه المدن. ولكن من خلال هذه الفضاءات نتعرف على شخصيات، نتعرف على حيوات، نتعرف على بعض القضايا المتعلقة بالإنسان وبوجوده في هذه الحياة، وبالمعنى الذي يمكن أن يعطيه لهذه الحياة. احتفالية القبور نشأت في اليابان بنصيحة من الإله بودا، الذي حث اليابانيين على أن يهدوا الأطعمة والزهور. احنا فرحانين بزاف لأننا في بغداد، بغداد العروبة، بغداد عراقنا الحبيب. أنا أول مرة زيارة لبغداد، وزعما شعرت بالحفاوة وبكرم الناس وبالطيبوبة ديالهم، وحنا ممتنين جدا للهيئة العربية اللي كل عام كل دورة كتفرجنا يعني بلد عربي جديد. يعني ما كيكونش غير احتفاء بالمسرح، ولكن احتفاء كذلك باختلافنا. شكرا علي مروان على هذا التقرير. مشاهدينا فاصل أول من برنامج صباحكم، وراجعين من بعده.
أنا بكم مشاهدينا من جديد. طبعا إذا كنت ربت منزل أو كنت أنت من أحد الطهاة العاملين بالمطاعم، العمل بالمطبخ يخليك دائما باحتكاك مباشر ويا الغاز والنار، وممكن واحد يتعرض لموقف محرج إذا صار حريق لا قدر الله. فشنو واحد يسوي إذا صار حريق بالمطبخ، وشنو الإجراءات الواجب اتخاذها حتى تحمي نفسك وتحمي الحواليك في المكان؟ بالفقرة القادمة راح نناقش تفاصيل أكثر تهم أكثر شيء اللي يقترب من أجواء المطبخ. مشاهدينا، عند اندلاع أي حريق أثناء إعداد الطعام في المطبخ من الضروري أنه تسيطر على الموقف بشكل سريع، وإذا ما قدرت إخماد الحريق يجب على الأقل إبعاد الغاز والمواد المساعدة على الاشتعال عن النار. هذه الخطوات رح نتعرف عليها بالتفصيل مع مدير إعلام الدفاع المدني العقيد رحمن حسين. يسعد صباحك ويا أهلا مرحبا. أهلا وسهلا سيادة العقيد. أهلا وسهلا. بداية يمكن إحنا رح نتحدث عن موضوع تحديدا حرائق الناشبة من المطبخ أو عن هذا، يمكن حتى المطاعم إحنا اليوم نتكلم فقط عن المنازل، نريد نعرف هل هي تعتبر من الأكثر شيوعا، وهل هناك إحصائيات للدفاع المدني عن نسبة الحرائق المطبخ عن إجمالي الحرائق؟ نعم طبعا، بالبداية تحية طيبة لكم ولكافة مشاهديكم. حرائق المطابخ بشقين، الشق الأول نتيجة تسرب الغاز، والشق الثاني نتيجة عملية الطبخ، فراح يكون موضوعنا ذو شقين. نعم. الشق الأول طبعا غاز الطبخ هو غاز عديم اللون عديم الرائحة، يسمى بالمصطلح يعني خطر جدا، المميت الصامت، هاي كلها غاز أحادي أكسيد الكربون. يختلف عن ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون بلون برائحة تقدرين أنت تميزينه، استنشاقه يكون صعب جدا. أحادي أكسيد الكربون اللي هو هذا الغاز الطبخ اللي متعارف عليه، طبعا ما بي لون ولا رائحة، لكن المعامل تضيف له مادة ذات رائحة مميزة حتى نعرف أنه تسرب بهذا المكان. نعم. ربات البيوت يعني العادية، ليس في المطاعم وليس في المحلات، ربات البيوت تتعرض لهذا التسرب باستمرار. معلومة بسيطة، هو أي حادث حريق، أي نار تشوفيها في أي مكان، متكونة من ثلاث عناصر اللي نسميه مثلث الاشتعال في مصطلحنا. مثلث الاشتعال يتألف من المادة، وهي أي مادة قابلة للاحتراق تدخل بهذا الخان، والمصدر اللي هو مثلا الشرارة أو القداحة أو ما شابه ذلك. العنصر الثالث اللي هو موجود بالهواء اللي هو الأكسجين. نسبة الأكسجين بالجو 21% هي كافية لعمل حريق، كافية أن يكون لهب. فمتى أنه تم إبعاد عنصر من هاي العناصر ما راح تكون نار. هذا المثلث متى يكسر أحد أضلاعه ما راح تكون عندنا نار. الطريقة الأمثل هو يسموها خنق النار. هذه النار هي طبعا إلها حياة وإلها نفس وإلها، بمجرد أنه نمنع الأكسجين يوصل إلها النار تخمد، ما نكون نار بعد. فلذلك إحنا دخلنا إلى مكان اشتمينا هاي ريحة الغاز، أول ما يتبادر ذهننا أنه نروح للمكبس الرئيسي مال الكهرباء نطفي الكهرباء، عدم استخدام أي شرارة كهربائية أو قداحة أو إشعال أي حاجة بها شرارة، لأنه هذا غاز انفجاري، غاز يتجمع في سقف المكان لأنه أخف من الهواء، كثافته أخف من الهواء، فراح يتجمع بالمكان. بمجرد وجود أي شرارة كهربائية أو غير كهربائية راح يكون حريق، ويصاحبه بالحريق انفجار كلش قوي. فهذا الغاز خطر جدا، واستنشاقه يعني أنا شلون أعرف أنه هذا الشخص مستنشق كمية من الغاز؟ أولا راح يصير عنده صداع شديد جدا، راح يصير عنده غثيان، راح يصير عنده عدم تركيز، راح يصير عنده نحول، راح يصير عنده
تصرفاته غير طبيعية. فلذلك ننصح ربات البيوت وأصحاب المطاعم أن تكون قنينة الغاز بعيدة عن الطباخ، بعيدة عن أدوات الطبخ. وحاليا يعني تم استخدام بالمباني هسه الحديثة أن يكون تصميم للطباخ بعيد خارج عن المطبخ. يعني ننصح ربات البيوت رب الأسرة أنه يكون قنينة الغاز خارج المطبخ. إذا أكو تسرب بغاز الطبخ راح يكون خارج المطبخ ويكون المطبخ آمن. بعد ما طفيت الكهرباء أسوي تهوية للمكان، أفتح الشبابيك، طبعا ما أفتح البنكة نهائيا إذا أنا ما مطفي الكهرباء، فما ما يعني ما مسموح لأنه يفتح البنكة، لا راح يصير شرارة كهربائية. فنطفي الكهرباء، بعدها نهوي المكان، نخلي كمية أكسجين أكبر، لأنه هذا الغاز قضى على الأكسجين اللي موجود بالجو أو بالمكان. لذلك اللي يستنشق هذا الجو راح يصير عنده نقص بالأكسجين. مثل ما تعرفون حضراتكم أنه الدماغ يتغذى على الأكسجين وعلى السكر، فبما أنه نسبة الأكسجين صارت قليلة فراح تتوسع أوردة الدماغ بحيث تستقبل أكثر كمية من هذا الغاز، فراح يصير عنده يا أما فقدان الوعي يا أما أنه يكون عنده هاي الأعراض اللي ذكرناها. زين سيادة العقيد، أكو هواية إجراءات خاطئة أي أحد يسويها من يصير حريق، تعرف كل هاي الإجراءات اللي قلتها هاي يمكن الإنسان شوية عنده خلينا نقول وعي أو احترافية، وبنفس الوقت يقدر يتماسك أمام النار. دائما النار من تصير يعني يصير القدر، حتى اللي عنده هذه الإجراءات السلامة اللي في باله حتى ينساها. فشنو الإجراءات اللي ممكن هي تسبب زيادة بالحريق وممكن تسوي الكارثة تكون أكبر؟ ممكن هي الحريق شيء بسيط داخل المطبخ وممكن واحد يتلافى، لكن بسبب إجراءات خاطئة تصير حرائق كبيرة ممكن تصير بها ضحايا. هم احنا هسه نوبات يعني اكو بعض الامور، شفنا حادث حريق داخل قنينة، هذا اللي يشيلها، هذا اللي يرميها. هذا أنا مجرد ما أمنع الأكسجين يوصل لمصدر النار تنتهي النار. هاي الإجراءات اللي قلناها هي لسلامة الشخص، لسلامة العاملين، لسلامة رب المنزل، لسلامة المنزل. طبعا مهم جدا أنه أبتعد يعني أبعد الأطفال عن أماكن اللي موجود بها المطبخ. صحيح. كثير من ربات البيوت صارت عندها حوادث والطفل يمها والطفل تأذى. هذا إذا كان تسرب غاز. إذا كان حادث حريق خلال الطبخ بمثل ما يسمى يعني القدر أو الطاوة، بمجرد يعني أي غطاء، أي غطاء قريب عليه غطي مصدر النار تنتهي النار. أنا منعت الأكسجين أنه توصل للنار. اللي يساعد النار تستمر هو الأكسجين. نعم. شنو الطريقة اللي ربة البيت تكتشف بها أن الغاز بدأ ينفس؟ إحنا أكو في الطريقة ما أعرف هي صحيحة ولا، أنه تحط صابون حتى تشوف أنه هاي شوف مديرية الدفاع المدني طبعا أطلقت حملة قبل فترة اللي هي الدفاع المدني في البيت. أنت جنابك دفاع مدني. صحيح. أخته هنا دفاع مدني. أنت داخل البيت كل رأس شهر تسوين تشيك للبيت، للكهرباء، للأنابيب الغاز، للطباخ، شوفين فد اسفنجات خلي عليها زاهي، وعلى التوصيلات اللي موجودة بالقنينة الغاز أو أسلاك أو الأنابيب أشوف أنه أكو تسرب غاز. إضافة هي الشركات المصنعة لغاز الطبخ تضيف هاي المادة اللي مادة الكريهة اللي نسمعها اللي العفو اللي نشتمها. صحيح. فهاي المادة هي تنبهنا أنه أكو تسرب. وبعض الأمرار هم نسمعها يعني نسمع صوت تسرب الغاز. فيا أما بالشم يا أما بالنظر يا أما بالسمع يا أما بالطريقة اللي جنابك تفضلتي بها. سيادة العقيد رحمن، احنا يمكن خلال استضافتنا لحضرتك وقاعد نشوف انه حتى مواكبتنا للحملات اللي انتم قاعد تقومون فيها، شاهدنا وجود حملات تخص المدارس وحتى المنازل اللي تروحون لرب الأسرة وتقومون ببعض
تعليمات حول السلامة وما إلى ذلك. من ضمنها أكيد راح تكون هناك أنه تأكيد على وجود مطفأة حريق. فخلينا نتكلم عن هناك أنواع كثيرة لمطفأة الحريق. شنو هي مطفأة الحريق المناسبة اللي يجب أنها تكون موجودة في المنزل، ومو فقط وجودها يكون موجود ولكن حتى التأكد من أنه هي صلاحيتها تكون صحيحة. طبعا ربات البيوت يعني أغلب التوعية مالتها تكون يا أما عن طريق القنوات المرئية أو المسموعة، أو هو رب الأسرة يعلمها يقولها هاي قنينة هيك تستخدميها، قناني موجودة بالباودر والCO2 والماء والفوم، هذا الفوم تستخدم للحرائق النفطية ومشتقاته. أنسب مطفأة للبيت هي قنينة مطفأة الباودر، هذه آمنة ما بها مضاعفات ما بها نواتج سامة، إضافة استخدامها سهل، اقتنائها بسيط، تكون ما تكون داخل الغرف ولا تكون داخل البيت، تكون لأنه أغلبنا إحنا من نشوف حادث حريق نطلع خارج البيت. صحيح، حتى يمكن من أنت ذكرت حاليا البيوت أصلا صار في تطور من ناحية منظومات الغاز وحتى من ناحية منظومات الحرائق، أكو حساسات أكو موجودة هسه أجهزة محسسات للغاز. يعني حاليا بالتطور العمراني بدا يصير أكو متحسسات، جهاز نخليه بالمطبخ ينطينا نغمة معينة في ماذا كان إذا أكو تسرب للغاز، هي مخصصة لغاز الطبخ. فرأسا حتى يمكن جناب سألتي إنه شو راح أعرف، أنا أبحث يعني هي وعي المواطن، إحنا اعتمادنا على وعي المواطن، ونحب نذكر المواطنين إنه في أي حالة أنه يجب الاتصال بهاتف الدفاع المدني لـ 115، الاتصال المجاني من جميع الخطوط. احنا قبل فترة يعني صارت عندنا حادث في منطقة الداودي، أنه ربة أسرة كانت يم أختها بالبيت المجاور، وجدت الصبح تريد تسوي الشاي، فمجرد القداحة ظاهرة أنه عندها كان تسرب غاز وما ما تدري يعني اللي كله هو يسرب غاز، فصار انفجار كلش قوي بالبيت، فاضطر انه يكون تدخل اساسا دفاع مدني. اكيد اكيد فلذلك يعني ربات البيوت حتى لو كانت لا تقرا ولا تكتب يجب على الزوج انه، وهي بسيطه يعني هي استخدام هذه المطفأة بثلاث خطوات بسيطه، سحب المسمار ورج القنينه وتوجهها على قلب النار بحيث ضغطة واحدة ينتهي، وأي حادث أي حادث هو بالبداية تقدرين تخمدين وضع، بس الهلع الهدوء لازم ما أستعجل، نوبات أكو حادث يسبب لي حادث آخر، صحيح بحيث يصير عندي هلع تنكسر رجل أنطخب آلة حادة، يعني يصير الحادث مزدوج، حادث حريق وحادث إصابة. سيادة العقيد، أكو متابعات الأماكن العامة من ضمنها المطاعم، اللي بما أنه إحنا نحكي على المطابخ، فمطابخ المطاعم أكو متابعة من قبلكم على منظومة إجراءات السلامة، متواجدة متوفرة، هل هي صالحة للاستخدام بشكل دوري؟ نعم طبعا كل رقعة جغرافية بها مركز، أو هذا المركز مسؤول على كذا رقعة جغرافية، يقوم بكشف أول خلال النصف الأول من العام. نعم. يثبت ما يتم تثبيته من متطلبات الدفاع المدني، من ضمنها المطابخ، من ضمنها سندويش بانل، من ضمنها الأليكابون، من ضمنها السقوف الثانوية، توفير مطافع أو من عدمها. هناك بعض المطاعم الضخمة يحتاج لها منظومة مكافحة، يعني يسموها الرطلة اللي هو الهوز رويل ومتحسسات، هاي كلها احنا نتابعها. نعم. نطلع بالفصل الثاني او النصف الثاني من العام متابعة للكشف الاول، اذا نفذ فهو ماشي على الطريق الصحيح، اذا ما نفذ راح يحال الى جلسة الفصل داخل مديرية الدفاع المدني، محكمة مصغرة يترأسها مدير الدفاع المدني، وراح يكون يا اما الغرامة او الغلق، وإذا ما نفذ راح يحال إلى
المحاكم الجزائيه على القانون. نعم سياده العقيل، يمكن احنا على درايه وعلم اكو اشهر تكون فيها نسب الحرائق اكثر، كون اكو مثلا مناسبات دينيه او غيرها ويتم زياده الطبخ فيها واستخدام الغاز بشكل مكثف. اريد اتحدث شويه عن هذا الموضوع، كون انه انا صار قدامي مشهد من المشاهد اللي هي قنينه الغاز نفسها يقوم يطلع من عندها نار. نعم. في مثل هذه الحالات شنو الاجراء الصحيح اللي يجب اتباعه مباشره في حال لم تتوفر مطفأة الحريق؟ يعني احنا نلاحظها بالمناسبات الدينية. نعم. وكثرة المواكب وكثرة الطبخ. احنا نسوي حملات توعية لهذه المواكب خلال المناسبة وقبل المناسبة. نثقفهم كيف اذا صار عنده حادث قنينة. طبعا حادث القنينة هي بس لا يصير عندي يعني بس تكوني هادئه بنكل تكوني هادئه راح تسيطرين على الوضع. اكو مسافه بين جسم المنظم وبين النار، هذه المسافه بمجرد انه انت تخلين اصبعك على هذه المسافه تنتهي النار، او تقولين انا ما اجازف فوق مديدي على النار، اي شرشف اي بطانيه اغطيها بالمي واجي اغلق القنينه من كل هذا راح ينتهي. أنا منعت الأكسجين أن توصل إلى نار القنينة، إضافة هناك بوسترات منشورات مطويات نوزعها على كافة اللي قائمين على الطبخ. أما المطاعم لا، المطاعم يحال إلى يعني مثل ما قلت لك محكمة مصغرة داخل الدفاع المدني يرأسها مدير الدفاع المدني وفق القانون، وفق القانون 44 لسنة 2013 المادة 2021. يعني بس نخلص يعني من الهليكابون وشوية شوية يعني بدأ أكو يعني خلينا نقول مراقبة على هذا الموضوع، ونخلص من السندويتش بانل اللي موجود بالأماكن العامة وبالقاعات مثل ما صارت الحادثة والفاجعة اللي احنا شهدنا يعني عليها قبل أشهر. فد ملاحظة صغيرة 22 يعني 23 انخفضت نسبة الحوادث 21%. تعقيد أنا من البداية ذكرت لك أكو إحصائيات بخصوص هذا الموضوع. هذه النسبة اللي 21% طبعا كم شهر انخفضت، هذا انجاز كبير جدا. يعني رساله الدفاع المدني حققت ما مطلوب طبعا، الوعي صار اكثر. هذا السندويتش بانر الماده المميته سريعه الاشتعال. طبعا قبل يومين كان سيد مدير الدفاع المدني ومجموعه وياه، حاليا موجود سندويتش بانر يتحمل درجه حراره 750 درجه مئويه، وسوينا يعني اختبار عليها ووجهنا على نار نهائيا ما توسع، ويصير مثل يعني الماده تصير مثل الرمل. اما السندويتش بانر اللي رخيص هذا يكون نواتجه تكون سامه جدا، اضافه يكون على شكل تقطير، يعني الحادث بهذا المكان راح ينتقل لغير مكان وهو يعني عباره عن تقطير نار مقطره. ومن الدخان السام النواتج السامه هو هذا ماده فوم مضغوط بين صفائح، من يحترق سريع الاشتعال، يعني حال اي ماده نفطيه سريعه الاشتعال. نعم. تكون ايضا استنشاقه يكون مميت. صحيح. طبعا احنا قبل ما ننهي وياك الحوار سياده العقيد اكو موضوع مهم دائما احنا نذكر به، ولكن ايضا نذكر به المتابعين المشاهدين الان بضروره الاتصال على ارقام الطوارئ اللي راح تطلع لكم على الشاشه عند الحاجه الضروريه والطارئه. طبعا هاي الارقام جدا مهمه، المفروض حتى لو انه انتم ما تكون مسويين سكرين شوت او مصوريها تكون موجوده في الهاتف ومخلينا ضمن المفضلات لا سامح الله اذا صار اي شيء. سياده العقيد قبل ما احنا نختم حديثنا مع حضرتك، اذا كان اكو اضافه تريد تقدمها للمشاهد من ناحيه يمكن بعض التعليمات او امور تخص السلامه. احنا بس نوصي يعني ربة البيت رب الاسره انه يقتني هاي المطفأة البسيطه اللي سعرها زهيد جدا. صحيح. ويكون لها صيانه كل 6 أشهر، لان هذه الماده كسباير الماده داخل. صحيح. القنينه، ويعلم افراد اسرته، يعلم زوجته، بنته، ابنه،
كيفية الثرين، يعني رب الأسرة يطلع للدوام. فأغلب النساء تكون يعني من يصير عندها حادث تكون يعني بحالة هيجان، بحالة ذعر. فأكو بعض النساء، وأنا شفتها بعيني يعني، بعض النساء صارت عندها، وكنت يعني موجود بالهذا وما تدخلت، ردت أشوف هذه المرأة شلون راح تتصرف. طلعت القنينة وجابت هاي الوصلة ولفت الدائرة مدار القنينة وانتهى الحادث. سيادة العقيد، يمكن حتى حاليا انت حلو نوهت على موضوع الأجهزة الكهربائية، أن حتى اليوم وجود أجهزة كهربائية طبعاً هي طبعاً صارت مسببة كونها أنها تكون رخيصة، وبالتالي يمكن تسبب إلى طبعا هذا. احنا حتى نوصي أصحاب العوائل أنه كل فترة يتم صيانة الأسلاك الكهربائية. هذه مادة كهربائية تتحول إلى حرارية، إذا كانت هذه البليك او الجوزة او الجهاز رديئه المنشا راح ما تكون مقاومه. لذلك يعني يجوز بالليل، يجوز البيت فارغ ويصير مثل ما صارت عندنا، يعني 60% من الحوادث 23 هي حوادث التماس الكهربائي. 60%. نعم، يعني احنا كلش شاكرين لك سياده العقيد على تواجدك، وهذا يعني موضوع احنا دائما نتابعه من خلال البرنامج، موضوع الحرائق احنا ما نهمله، ونتمنى من المشاهدين وخاصة ربات البيوت أنه يستمعون لهذه النصائح، لأنه القدر يعني الإنسان ممكن يتخيله بعيد عنه، لكن هو في لحظات ممكن يدمر كل شيء. صحيح. طبعا الحلو أنه واحد يكون دائما مخلي سيناريو لا سامح الله، مدرب عقله أنه إذا في حال حدث هذا الشيء كيف يتعامل، وبالتالي راح يرجع إساند عقله الباطن أنه أثناء عمل هذا الحرق. أي طبعا سيادة العقيد رحمن حسين، شكرا تواجدك معنا. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير، نرجع وياكم بباقي فقراتنا، خليكم بالانتظار. وصلنا وياكم مشاهدينا إلى فقرة تواصل حتى نتابع شنو هي آخر وأهم الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والترند. في أولى الأخبار، أعلنت الممثلة المصرية مساء يوم أمس عبر حسابها في إنستغرام طلاقها من زوجها الممثل أحمد العوضي دون ذكر الأسباب، وتصدر محرك البحث جوجل باسميهما بعدما أعلن كلاهما الانفصال رسميا. وعلق العوضي قائلا: تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير. وتداول عدد كبير من جمهور النجمين خبر انفصالهم، معبرين عن اندهاشهم من طلاق الثنائي الفني، خصوصا مع عدم وجود أي بوادر سابقة لخلافات بينهم. لكن الأمر اللي كان أو سوى إثارة الجدل هي توقعات خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، التي سبق وأن توقعت انفصالهم في عام 2024، وإلى الآن تظل الأسباب الحقيقية لطلاقهم مجهولة ودون توضيح إعلامي من الطرفين. شوية الصادم بالموضوع أن هم يعني قبل بيوم كان عيد ميلاد ياسمين، يعني أول البارحة، وأحمد العوضي منزل لها بوست، وهي منزلة بوست كانت كلش فرحانة وحاطة الهدايا. فأكو اتفاق، الناس دي يسألون شنو اللي صار بال 16 ساعة، بس هو أكيد يعني أكو اتفاق. طبعا ومن هذا الخبر رح ننتقل إلى خبر آخر. ما زالت الجماهير العراقية في كل مكان تعيش أجواء الفرح والسعادة بتحقيق المنتخب الوطني فوزهم الأخير على إندونيسيا، وفي كل التصفيات يجتمع المشجعون من جنسيات مختلفة لمؤازرة منتخباتهم المشاركة. وبرزت عدة فيديوهات لمشجع ياباني اسمه تايو، وهو يحتفل من كل قلبه ويا الجماهير العراقية ويشاركهم فرحتهم بالرقص والغناء، وبمناسبة قرب التقاء المنتخبين العراقي والياباني الجمعة المقبلة. يعني ما يحتاج واحد يقول شو وقت اللعبة، كلنا نعرفها. تفاعل أحد الأشخاص بتعليق فكاهي وقال: افرح ويانا تايو، بس لا تختلف علينا بالمباراة الجاية. خلينا نشوف الفيديو. فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونجم أنتر ميامي بجائزة
أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز The Best المقدمة من الفيفا لسنة 2023 اللي أقيم في العاصمة البريطانية لندن مساء الاثنين الفائز. كافي جوائز، هو كافي حصد أكبر عدد جوائز ممكنة. إي أوكي يستاهل، خوش لاعب، بس الفكرة إنه يعني فرحة أول جائزة مو مثل فرحة الجائزة اللي يمكن قد 17 ولا 20. أكبر عدد جوائز، فرحت إنه يجمع ويدخل رقم قياسي هي. طبعا انفرد ميسي بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين حصولا على جائزة ذا بيست التي انطلقت نسختها الأولى في يناير 2017 بعد أن كان يتقاسم الرقم القياسي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت شو اسمه؟ ليفاندوفسكي. اي هذا يمج دينا طبعا اسمه مو يمي. المهم طبعا رونالدو تحول الى بزنس مان، لكن بعد ميسي يعني شويه يعني اكثر الى وقع في كرة القدم. يبقون هم اساطير صراحه بكره القدم، كل واحد له مشجعين وجماهيره، وحتى لو انتقل لاي مكان هم راح يبقون. لا بس تحسين انه شويه كريستيانو ابتعد عن ساحه الجوائز وال صح مثل ما ذكرتي بزنس اكثر، وكنت توجه اساسا للسعوديه. خلاص هو هذا الذكاء لازم يستغل وقته. راح ننتقل إلى موضوع آخر تناولنا أكيد في محاور حلقتنا الصباحية السابقة، تأثير السجائر الإلكترونية السلبي ومخاطرها وضرورة توخي الحذر بالتعامل بها قدر الإمكان، حيث وثق مقطع فيديو انفجار سيجارة إلكترونية في يد شاب مصري ما أدى لإشتعال النيران في ملابسه. وعن أظهر الفيديو المتداول شاب يقف مع أصدقائه بالشارع ويتبادلون الحديث، وأثناء ذلك انفجرت السيجارة الإلكترونية. خلينا نشوف الفيديو. رح نبقى في سياق مشابه للخبر، لكن يمكن يكون بعض فيه من التهور، خطورة، ذكاء، ما نعرف، حيث اضطر سائق شاحنة محترقة في الصين إلى قيادتها والتوجه بأقصى سرعة إلى محطة الإطفاء رغم اشتعال الشاحنة بالكامل. هذا عكس الكلام اللي كان يقوله، يعني لا تعرضها للهواء. صحيح. هو بكل سرعة. هو ملاها أكسجين. طبعا مظهر الشاحنة وهي مشتعلة وتسير بالشارع كان مظهر مخيف للناس، لكن في نفس الوقت أشاد الكثيرون بشجاعة السائق. خلينا نتابع الفيديو. طبعا تحسين ماكو احد بالشارع، يعني ماكو، بس هذا اختبار للكاميرات اللي مصوره كل الزوايا، حسيته فيلم. اختبرهم يقولهم تفضلوا هاي انا سويت، لا جاب الحريق يمهم. اختبار. وعنا كلنا نعرف بعض الناس اللي يمكن اقل كلمه ممكن تفرحهم، وبنفس الوقت اقل كلمه يمكن تزعلهم، واللي هم يعني احنا نعتبرهم الحساسين زايد. طبعا يمكن هم يبينون حساسين لانه امام الاخرين تبين صلابتهم بالطرف الآخر، لكن هم من الداخل يمكن يعيشون حرب من الأفكار ويسألون نفسهم ليش فلان حكى وياي بهاي الطريقة وليش صار هذا الموقف، ولا غيرها من التساؤلات الكثيرة. شنو التبعات النفسية لهذا الشخص اللي يمتلك هذه الشخصية الحساسة، وشلون يقدر يواجه مواقف الحياة الصعبة، وكثير من التفاصيل راح نناقشها بالفقرة القادمة. على الرغم من وجود إيجابيات للشخص الحساس مثل هدوءه نباهته، إلا أنه دائما هو متهم من قبل الآخرين أنه شخص خجول
أو انطوائي. الشخصية الحساسة تخليك تشعر أن أنت تتعامل معها بصعوبة وحذر، لأنهم يأخذون بخاطرهم من أبسط التفاصيل. اليوم إحنا نريد نركز على الشخص المفرط بحساسيته، ونخليه يعرف شلون يمكن هو يقدر يدمج نفسه أكثر بالمحيطة، يواجه ظروف الحياة المختلفة. لذلك إذا اللي قاعد يتابعنا، إذا أنت كنت عندك حساسية مفرطة أو تعرفون أحد عنده حساسية مفرطة، هذه الفقرة راح تكون جدا مناسبة لمعرفة كيف ممكن إحنا نتعامل معه، مع ضيفتنا المستشارة في الصحة النفسية الدكتورة نغم العنزي. سعد صباحك يا هلا، مرحبا. اهلا وسهلا، صباح الخير عليك. صباح النور. يعني بداية يمكن احنا ذكرنا بعض النقاط، بعض الايجابيات وبعض الامور والصعوبات، لكن احنا نريد ببداية حديثنا انت تعطينا نبذة او بطاقة تعريفية يمكن تكون عن هذا الشخص الحساس بطريقة علمية اكثر تكون. طبعا هي الشخصية الحساسة هو مو مرض ولا اضطراب، هي سمة شخصية، سمة. وتكون هاي الشخصية أدها استجابة مبالغ بيها حول محفزات الخارجية، محفزات مثلا تكون جسدية أو محفزات عاطفية أو اجتماعية، يعني كل المحفزات الخارجية. فلهذا تكون هاي المبالغة بالاستجابة هي اللي تجعل من عندهم مثل ما ذكرتي أنه شخصيات بصورة عامة نلاحظها أنه هي انطوائية، لكن هي مو شخصية انطوائية، هي شخصية تخاف، قلقة، تخاف من الخوض في أمور يعني هي ما متعودة عليها. هي شخصية روتينية جدا، ما تحب التجديد، تخاف من المحيط الخارجي لأنه أي محفز ممكن يأثر عليها. طبعا الشخصية الحساسة دكتورة هي بيها كل الصفات اللي لازم تتغير، يعني بيها كثير من الصفات اللي هي تأذي صاحبها، مو تأذي بس المقابل، تأذي صاحبها، من ضمنها الخجل، عدم الثقة. يعني واحدة من الأشياء اللي هي تسبب حساسية زايدة أنا ليش مثلا أتحسس من زميلتي إذا قالت مثلا كلام معين وأنا أقعد أفكر به بطريقة سلبية، هاي ثقة، قلة ثقة بالنفس. ما هي من وين إجت هاي الحساسية؟ خلنا نعرف بداية، هي تأتي من الطفولة طبعا، أما من التنشئة الاجتماعي أما وراثة. إذا كانت وراثة فهي أحد الأبوين أو كذا يكون حساس، فهو يورث الطفل هاي الحساسية، أو مكتسبة من البيئة. كيف اكتسبت من البيئة؟ إذا صادف صدمات بالصغر أو بالمراهقة، صدمات متكررة، أو عدم الاهتمام. عدم الاهتمام بالطفل أيضا يولد شخصية حساسة، وأحيانا الدلال الزايد أيضا يولد شخصية حساسة. فلهذا احنا ما نقول عدم الثقة بنفسه، لكن هو لأنه عنده هاي الصفة فلهذا يتحسس من أي موقف يصادفه بحياته. نعم. يعني مو بالضرورة أنه ما يكون واثق بنفسه، قد يكون هو عنده ثقة بنفسه، لكن القلق من المحيط الخارجي يأتي. نعم دكتورة، يمكن إحنا قبل ما ندخل بتشخيص لحالته أو كذا، نريد نعرف هو أساساً الشخص الحساس على مود أنا أتعامل معه في يمتلك صفات معينة المفروض أن أنا تتخلى بعين الاعتبار. في كتاب قريته لألن، هي تتكلم عن الشخصية الحساسة، وقالت من ضمن أنه في أربع صفات تكون موجودة وهي تكون مثل بونس إله، اللي هي مثلا يمكن يعالج الأمور بعمق، ما يكون عنده سريع الردود، عنده مثلا حتى ما يقدر يكون الوعي بالتفاصيل، هو يعي بتفاصيل تكون موجودة. صحيح. سرعة الإثارة من أمور معينة. إذا هاي الأشياء هي موجودة، كيف ممكن أنا كشخص مثلا يكون موجود عندي شخص في المنزل عنده هذه الصفات أو هو يكون مفرط الحساسية، أستثمر هذا الشيء بالمقابل أنه الشخص المفرط الحساسية كذلك يقدر يعرف أنه أنا عندي نقاط قوة ولكن أحسن نقاط ثانية غير هذه النقاط؟ نعم، أنا والمفروض من عندي أنه أنبه على أنه أنت شخصية حساسة، لأن هو هنا هو يعرف، صدقيني هو يعرف أكيد، لكن ما المفروض من عندي أنا أذكرها، أعرف كيف أتعامل معه. يعني أنا أتأنى، المفروض أتأنى باستجابته، لأن هو الاستجابة تكون عنده لبعض المشاكل تكون بطيئة، يعني يحاول يفكر بعمق، يحاول دائما يحلل الأمور. بالمناسبة هو تحليل الأمور تحليل جيد جدا، يعني أحيانا في أشياء احنا نعتبرها بسيطة أو مثلا ممكن تكون مو ذات قيمة، هو ينطيها قيمتها وينتبه عليها.
فيكون عميق، فلهذا ممكن يعالج المشكلة بصورة يعني أفضل. لكن كيفية أتعامل معه يفترض أتأنى، لأنه الشخصية الحساسة إحنا ذكرنا أنه هو مو حالة مرضية، لكن حالة تحتاج أنه تقوي ذاتها، يعني أقوي ذاتي، ما أتأثر كثير بالمحفزات الخارجية حتى ما أتهم أنه أنا انطوائية أو شخصية قلقة أو شخصية عدم ثق ما عندها ثقة بنفسها. فأحاول أنه أقوي من ذاتي حتى ما أظهر بهذا المظهر. التعامل طبعا أكيد الشخصية الحساسة راح تواجه مو فقط بالبيت، راح تواجهها بالمجتمع، الأصدقاء، الأقران، المدراء العمل، يعني يواجهون كثير من الأشخاص. فهنا يفترض أنه أنا أقوي الشخصية ما أقوي التعامل. يعني إذا أنا تعاملت مع الشخصية الحساسة، أنا مفرد، الشخصية الحساسة تتعامل مع مئات الناس، يفترض هي اللي تتقوى حتى ما يكون رد الفعل يكون قوي. وممكن بالمناسبة الشخصية الحساسة إذا تركت نفسها بدون ما تقوي ذاتها ممكن تتحول عندها إلى حالة الاكتئاب، اللي يعني تسمى يمكن انغلاق نفسي، يعني الاكتئاب أكثر من الانغلاق النفسي. ما هو عنده انغلاق نفسي، هو بالأصل عنده انغلاق نفسي. ليش؟ لأنه هو يثير أي منبهات خارجية، يعني حتى مو فقط خارجية، حتى مثيرات داخلية. الداخلية أيضا طبعا، الداخلية من وين تنبع؟ ما هي الداخلية إذا هو كان في حالة سكون وهدوء، ما راح تثيره، ما عنده أشياء داخلية حثيرة، إلا إذا كان المحفز خارجي، كأن يكون موقف أو كلمة أو صوت أو ضوء أو كذا، هاي كلها ممكن يتأثر هو بها. فإذا هو تأثر هنا يفترض أنه أنا أقويه حتى ما يصاب، ما يروح إلى أمراض يتحول من سمة إلى مرض أو اضطراب. نعم طبعا أغلب الأسئلة اللي عندي هي شلون أتعامل الشخصية الحساسة، شنو سمات الشخص المفرط بالحساسية. أنا ما أريد أتعامل وياه، أنا أريد هو يتغير. نعم. ويصير إنسان طبيعي متصالح ويا نفسه. وأنت قلتي ما لها علاقة بالثقة بالنفس، لا لها دور كلش كبير. الثقة بالنفس تخلي الإنسان متصالح، ما يتحسس من كثير أمور. أكو قول للنبي أنه يقول لك اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم. واحدة من صفات أو السمة الرئيسية للشخصية الحساسة إنه هو مدلل أو مدلع زايد أو مضطهد زايد. مضطهد وهل يكون حساس؟ ممكن. نعم، ما هو إحنا ذكرنا إنه هي أما تكون وراثة أو تكون مكتسبة. فالثقة بالنفس وعدم الثقة بالنفس هاي ممكن ما تكون بكل الشخصيات الحساسة، ممكن تكون بأشخاص معينين. يعني فممكن حتى القلق، هو القلق موجود بكل الشخصيات الحساسة، لكن والخوف ايضا، ما هو يخاف من المجتمع، لكن الثقه بالنفس هذا بالذات يكون مو بضروره يكون بكل الشخصيات. ليش؟ لانه احتمال هو واثق من نفسه وقادر. بالمناسبه هم عندهم مهارات جميله جدا وعاطفيين لدرجه انه يشعرون باي شيء ينتاب المقابل. بس هذا يؤدي لهم الى اجهاد عاطفي. اكيد. ما هو احنا ليش نحاول انه نقويهم حتى ما يتحول هاي الحساسيه تتحول الى اضطراب؟ احنا قلنا هي مو اضطراب، هي سمة شخصية، لكن اذا تحولت الى اضطراب صار مرض يحتاج الى علاج. فلهذا احنا نحاول انه كيف نخرجهم من هذا العالم. بالمناسبه هم يحبون عالمهم الداخلي، يحبون دائما عندهم عالم خاص بهم يلجؤوا له. طالما اكو محفزات خارجيه يلجأ لمن حتى يرتاح؟ يلجأ الى عالم الداخلي حتى يكون في مسار الهدوء والسكينه. يعني يمكن احنا اثناء حديثنا قاعد نذكر انه مثل ما ذكرتي اكو بعض السمات اللي هي تكون ايجابيه لهم. نعم. يمكن من ضمنها الوعي بالتفاصيل. يعني على سبيل المثال الشخص الحساس من انت تتحدثين معه باي موضوع كان هو ينتبه حتى لحركه الجسد، ينتبه. نعم. لتفاصيل انت يمكن مو قصدك هاي الكلمه، مو قصدك هاي المفرده تحديدا. صحيح. هذا التدقيق راح يخليه مرات يكون صعب وجوده ضمن مجموعات، كون راح يصير عنده ضوضاء، راح يصير عنده لازم يعالج الامور بشكل اكبر،
ما يقدر يركز، فبالتالي راح نرجع إلى النقطة الأولى اللي هو أنه ينعزل أو ينطوي أو يكون هو ما ينطوي، هو يفضل أنه ما يتخلى تحت هذا الضغط كون أنه هو المعالجات اللي عنده أو التأثيرات تكون كثيرة. اليوم سؤال، كيف ممكن الشخص الحساس أنه يصاحب الحساسية مالته ويعرف أنا عندي هاي النقطة لازم أعمل عليها حتى رغم أنه مثل ما احنا نقول نخرج عن نقاط الراحة اللي احنا متعودين عليها؟ صحيح، هو المفروض احنا طبعا دائما بكل علاجاتنا أول الأشياء اللي نركز عليها هي الصحة الجسدية، ضروري جدا أنه يكون يهتم بالصحة. التمارين الرياضية مهمة جدا، نوع الغذاء أيضا مهم جدا. أرجع إلى الشغلات النفسية، الشغلات النفسية أنا قادرة إذا أنا كنت شخصية حساسة وأريد أنا أعالج نفسي ما أحتاج إلى مساعدين، يعني بالمناسبة هو المعالج النفسي مساعد بكل الأمور يعني النفسية، فممكن يلجأ له، تلجأ له الشخصية الحساسة. لكن أنا إذا كنت ما أحتاج إلى يعني أحاول أني أقوي ذاتي، يحاول أنه دائما يركز على الأمور المهمة الأمور الكبيرة، يترك الأشياء البسيطة يعني ويشغل نفسه، يشغل دماغه باستمرار بأشياء مفيدة، كأن يكون يشغل وقته بموسيقى، بمشاهدة أفلام، قراءة كتاب أو عمل معين أو كذا، حتى ما هذا الانشغال ما ينطي مساحة للتفكير بالأشياء الدقيقة. هو ليش أصلاً حساس؟ لأن هو يترك الأشياء الكبيرة زين أول ما يفكر بالأشياء الدقيقة جداً. يعني أنت ذكرتي الإيماءات والحركات حتى النظرة ممكن صح. ممكن إذا مثلا أنا أتكلم معه إذا مثلا عيني زاحت في مجال آخر، لا هو ما نظر لي من أنا أتكلم، هو ما منتبه لي، هو ما عاير لي أهمية، هو انزعج من كلامي. هو أكو أشخاص عفواً يصير عندهم اكتساب لهذه الحساسية على كبر، يعني هم من صغير هم ما كان عنده هذه الأمور، ولكن يمكن يوصل تحديدا خلينا نتكلم اليوم حتى المتقاعدين او بعض السن. كبار السن صحيح. تصير عندهم الحساسيه المفرطه ولكن على كبر، هم ما بوعيهم لانه هو ما كان بشيء من هو كان اصغر. يعني لا، ما احنا اذا اخذنا كبار السن هنا هاي مو حساسيه، هنا هاي اختلاف بيولوجي كامل ياثر على كل الامور النفسيه، هاي مو حساسيه، هاي ما نعتبر شخصيه بس هو يبتدون نفس الصفات اللي انت ذكرتيها. صحيح. وتلاحظي انه اوكي يتحسس من اي كلمه، من اي موقف، من اي تصرف. اذا شفتي انت قلتيها يتحسس من اي كلمه. نعم. صح، لكن مو هي الشخصيه الحساسه. هذا ليش؟ يعني اختلف عنده اولا العمر، اختلف عنده الحياة، نمط الحياة اختلفت عنده، اختلف عنده توجهاته اختلفت، اختلف التعامل مع أي جيل. بس أنت عفوا الشخصية الحساسة على مثل ما أنت ذكرين أنه عادي يمكن بأي مرحلة تبتدي، لأنه نعم. ما مكتشف نفسه. وخصوصا احنا نتكلم شخصية حساسة، نتكلمين عائلة كلهم الأطفال من نفس التربية، نفس المعاملة، نفس صحيح. الأمور، ولكن يمكن الفروقات الشخصية اللي هي ذكرناها هي سمة شخصية تظهر اكو شخص حساس دون غيره. صحيح، رغم انه نفس التربيه هذه بالوراثه. لكن ذكرتي اذا الشخصيه الحساسه مثلا باعماركم اعمار الشباب وتحولت من شخصيه عاديه الى شخصيه حساسه، هنا صار مكتسب الحساسيه. صارت مكتسبه من وين الحساسيه؟ صارت مكتسبه من بعض المواقف اللي يمر بها الانسان، كثير مواقف يمر بها او يصادف مثلا صدمه بحياته فتحوله من شخصية طبيعية إلى شخصية حساسة. ليش؟ لأنه إحنا قلنا المكتسب ممكن بأي عمر. لكن شلون نعالج هذا الموضوع دكتورة؟ هذا الأهم، يعني شلون شخص يعالج هذه الحساسية المفرطة؟ هو الإنسان لازم يكون بالنهاية عنده مشاعر وأحاسيس، لكن نفس الوقت يكون عنده توازن، يعني بين صوت العقل وصوت القلب، لأن دائما اللي هي الحساسية الزايدة هي جاية من الشخصية العاطفية. فالإنسان شلون يكون متوازن بحيث الأشياء البسيطة والأمور العابرة اليومية ما تأثر عليه وتأثر بعمق نفسيته؟ يحاول يطور ذاته. تطوير الذات مهم، دائما المفروض يرجع. هو طبعا يحب التأمل، طالما يحب التأمل خليه يفكر بالأشياء الإيجابية وليس السلبية، أنه دائما يبعد عنا أي فكرة سلبية. مثلا إذا صادف فد موقف معين وصار عنده هذا التحسس، يحاول يخلد إلى الراحة بحالة ويحاول يتأمل الموقف، يخفف
في داخله، لان احنا دائما ينبع العلاج ينبع من الداخل مو من الخارج، الخارج مساند. لكن يعني مثلا انا من تجيني حاله معينه، اذا هاي الحاله ما ناويه تتعالج ما تتعالج، لو كل ما احاول بكل طرقي ما قادره انه اعالجها. ليش؟ لان من الداخل هي ما ناويه تتعالج. صحيح. لكن من الانسان ناوي يتعالج من الداخل، اذا هو بدا يعالج نفسه، وممكن يعني يكون ياخذ مثلا مساعده من الاخصائيين النفسيين، ممكن يساعدوه، او اذا هو راجع يعتمد على حاله يحتاج لدوره عسكريه على شخص نعم حساس. إيه قوي يمكن بدايتها. عفوا انت ذكرتي الواحد انه على مود يعالج يكون يعني من الداخل، هو بالبدايه المفروض كل بعض اصلا ينكر انه هو يمتلك شخصيه طبعا حساسة. بالمناسبه اي خلل بالشخصيه او اي اضطراب او اي مرض، او هو يفترض انه بدايه هو يؤمن أنه هذا موجود. الاعتراف. يعني أنا مثلا 50% أقول من العلاج هو اعترافه. يعني مثلا تجيني مرات أنا حالات بالبيج، يعني يذكر لي عن شخص مثلا كأن تكون زوجته أو زوجها أو بنته أو كذا، فمثلا هو ما مؤمن أنه هو عنده خلل نفسي أو صحيح. اضطراب أو كذا، هو جاي يريد هو يعالجه. لا، هنا أنا ممكن إذا تقولي له أنت عندك خلل يقول لا، الخلل موجود بك أنت. ليش؟ إن هو ما أؤمن من الداخل. إحنا دكتورة إحنا يمكن دا نحكي ثلاثتنا، لكن إحنا يمكن ثلاثتنا يجوز في ظروف خلينا نقول نفسية نوعا ما طبيعية. نعم. عندنا حرية التنقل، الاطلاع، السفر، الاختلاط. صحيح. هذه كلها تأثر على الشخصية وتحسن من خلينا نقول أدائها بالحياة. صحيح. لكن أكو ناس يمكن إحنا دا نحكي يعني نتخيل فد مشهد معين، لكن الحياة بها ملايين المشاهد. أكيد. وملايين خلينا نقول الظروف. ممكن ناس بظروف مغلقة غير قادرين يمكن بظروفهم بالاختلاط، بالسفر، العمل. أكو ناس يمكن ظروفها محدودة، مو بس الحالة المادية اللي تحكم. صحيح. كثير من المؤثرات وكثير من العوامل الاجتماعية. فهنا الإنسان شلون يبدي يكون عنده الوعي أنه أنا أبدي أغير وأني في اختلاط خلينا نقول نوعا ما محدود، إنه كثير من الناس ملايين من الناس اختلاطها محدود، ما يتخطى حدود العائلة وبيت العم وبيت الخالة اللي هم يمكن عايشين في بيت واحد أو في منطقة واحدة. هو حاليا صار التوجه قوي جدا على الأمور النفسية، يعني القصد إنه المعلومة الخارجية صعب تدخل، صارت سهلة من خلال الانترنت. يعني حاليا مثلا هذا الشخص اللي ذكرتي، حتى لو هو جالس وحده بالبيت وما عنده اي علاقه، هو قادر انه يتواصل. صحيح. مع كثير من الناس من خلال الانترنت ومن خلال البرامج. طبعا هسه حاليا مؤكدين جدا بكل دول العالم على البرامج النفسيه. نعم. يعني لانه دا تلاحظون حضراتكم وانتم يعني في يعني العلم. في قلب الحدث انه الانتحارات والاكتئاب والقتل والجرائم هاي كلها اسباب نفسيه. نعم. فتوجه العالم حاليا الى الجانب النفسي اكثر من اي جانب اخر. نعم. فلهذا حاليا هالاشخاص اللي تتكلمين عنهم دا يلتجؤون الى المعالجين. بالمناسبه يعني انا بيج بدون اي دعم باكثر من 2000 يعني متابع شخص. ممكن هم يتواصلون معي على الماسنجر، فإذا هم بدوا الحركة. صحيح. بدوا يطورون نفسهم. نعم. يعني بدوا يعالجون نفسهم من هو يشعر أنه أكو خلل. بالمناسبة احتمال أنه هو ما يتخيل نفسه شخصية حساسة إذا ما عنده محيط واسع، عنده محيط مغلق. والمحيط المغلق عارف كيف يتعامل معه ومحدد التعامل، فممكن ما يكتشف نفسه. صحيح. لكن من خلال البرامج ممكن بأي موقف. نعم. خارجي يحس أو من خلال نفسه البرامج ضعيف. ممكن يحس أنه لا، إذن أنا شخصية حساسة، يعني أنا مدى أتعامل مع كل المحفزات الخارجية. نعم. بسهولة. نعم دكتورة نغم العنزي، شكرا لتواجدك معنا، وأكيد هذا الموضوع جدا مهم، وذكرتي نقطة جدا مهمة اللي هي يمكن الواحد يلجأ إلى أمور معينة للتخفيف عنه. شكرا لتواجدك معنا دكتورة. مشاهدينا، يمكن من الأمور هذه اللي ذكرتها الدكتورة اللي هي يمكن الرسم أو القراءة والاطلاع. لذلك في فقرتنا هناك في برنامجنا هناك فقرة عن الفن، ولكن بعد الفاصل.
مرحبا بكم مشاهدينا. أسلوبها هو السهل الممتنع، لأنها ترسم لوحاتها بمتعة وأريحية، وأكيد تكون هناك بصمتها الخاصة اللي كانت موجودة وظاهرة من خلال رسماتها وأعمالها الفنية. موهبة رسم مميزة رح نتعرف عليها بفقرة فنون جميلة. رسامة وطالبة في كلية الفنون الجميلة نجلاء سلام هي موجودة ويانا وراح تحكي لنا على قصتها بعالم الفن. أهلا وسهلا نجلاء. وبيسعد صباحك. صباح الخير عليك. صباح النور. نجلاء أنت طالبة كلية الفنون. أي. مرحلة ثالثة. تربية فنية. احكي لنا شوية على عالم الرسم وليش اختاريتي إن تدخلين. دائما إحنا قلت لها الديما قلت لها احنا اول مره نستضيف طالب بكليه الفنون الجميله، دائما اللي يرسم يكون عنده مثلا شهاده ثانيه وحاطه الرسم موهبه جانبيه. صح. طبعا اني طالبه محاسبه تجاره بس اني لازم اكو شهاده ثانيه. اي فرحت قدمت كنت كلش ما احبها يعني بالقوه دراستها وهاي، صح طلعت معدل زين بس تركتها ورأسها رحت للكلية فنون جميلة لأن هي كانت أمنيتي أنه أروح لها من كنت صغيرة. حلو. أي. حلو. طبعا يمكن هاي المعلومات دائما يعني اللي عندهم موهبة بالرسم يحاولون يجربون كل شيء ويحاولون أنهم يرسمون بأكثر من نوع وأكثر من طريقة أكثر من أسلوب. نريد نعرف أنت شنو اللي جربتيه وشنو اللي يناسبك وشنو اللي اعتمدتيه بالأخير. طبعا حاولت انه اجرب اكثر من رسمه، رسمت على الجدران مال ساحه التحرير، كانت يجمعونه مجموعات فياخذونا كطلاب ونروح نرسم هناك، تشاركون عمل جماعي. نعم. بالمدارس كنت ارسم هماتين على الجدران، شاركت باكثر من معارض، فحاولت انه هاي خلص انه اطور الموهبه لانه اكتشفت نفسي انه يعني لازم اطورها. والاسلوب اللي اكثر الأسلوب أكثر شيء يكون تشكيلي أو بورترية، يعني مرات يطلبون من عندي رسومات لأن أنا عندي بيج أي فأرسم أو يطلبون من عندي، بس أكثر شيء تجي طلبات يعني مو من أني إرادتي أرسمها، بس أكثر شيء دائما تكون حزينة وبيها تعبيري. حلو. نجلاء أنتم بالكلية يعني كل شيء تجربون، يعني عندكم حصص مختلفة، الخزف وال يمكن عندكم تشتغلون بالفخار طبعاً. ومن ضمنها الرسم، شوي احكي لنا على باقي التجارب الفنيه وحسيتيها قريبه إليك لو حسيتي بس الرسم هو اللي لا اخذك. طبعا الاشغال يدويه من خلال دراستنا اكتشفت انه اني بالاشغال ايضا يعني موهوبه، يعني اقدر اي شيء اقدمه واستفيد من عنده. ممكن شنو اشتغلتي بها مواد؟ مواد هي تكون خزف. خزفي اشتغلنا عندنا حاليا موضوع، مو هي كل مرحله تختلف. صحيح. احنا صح قسم تربيه فنيه بس احنا ندرسهم كليتين، فكل مرحله تختلف عن الثانيه. اختارينا خط وزغرفه اشتغلنا، خزف، تخطيط والوان، فكلهن جربناها. والاشغال يدويه ايضا يعني شنو بيكون من المخلفات الموجوده بالبيئه نستخدمها حتى نصنع شيء حلو جميل. نعم. اثناء حديثك قاعد نشوف احنا بعض اللوحات والاعمال اللي انت قاعد كنت تقومين فيها، اضافه الى وجود لوحه انت جبتيها وياك في الاستوديو. خلينا نتكلم اكثر عن اللوحات اللي مو عن الطلب. انت ذكرتي انه اغلب لوحاتي او رسماتي تكون بطلب رسم شيء معين، البقيه اللي تكون من مثلا من عندك بدون تكون هناك دروس او من خلال طلب من الجامعه، لا انت اللي ترسمينه، شلون ترسمينه، ايش قد ياخذ منك وقت، شلون انت اساسا تبتدي الفكره للتنفيذ والتطبيق؟ طبعا اكثر رسومات تكون معبره احبها، اكثر شيء تكون مأساة يعني. انا ردت السيشن قلتي اسود والوان غامجه وهاي ليش يعني؟ ما ادري بس احس انه معبره وتجذب الناس هوايه يعني. دا اشوف من ارسمها احصل تعاليق هوايه، ما حد ينتقد هذا الشيء لان دائما كل ما تكون معبره احس انه اكون قريبه من عندهم. نعم. طيب ممتاز. زين نجلاء احكي لنا على المعارض اللي شاركتي بيها. اكيد تصير عندكم معارض هوايه بالجامعه واكو هوايه بازارات نسائيه، يعني هاي السنوات الاخيره مليانه بازارات، يعني بين شهر وشهر يمكن اكو بازار سواء ببغداد او بالمحافظات. عندك هاي المشاركات؟ اكو جروبات انت تتفاعلين وياها؟ اي طبعا عندنا احنا جروب 330 طالبه وطالب، كان من خلال الاستاذ فؤاد شويلي كان يسوي لنا يعني كمجموعات من الطلاب، فنسوي اكثر من مهرجان، مهرجان تمكين المراه شاركت به مرتين. نعم.
اي والعنف ضد المراه ايضا شاركت مهرجانات اللي تكون كورال، هاي بعيدا عن الرسم يعني يكون فرقه غنائيه ايضا شاركت بيها، واغاني ويا نصرة البدر احنا هماتين شاركنا بيها كورال. شنو يعني الكورال انت قصدك؟ يعني الكورال تكون فرقه موسيقيه. ادري تغنون يعني مو رسم. نعم اي غناء. حلو يعني عندك موهبه ثانيه يعني. هسه اقول خلينا نسمع شيء يعني. لا 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 امزح معك. نتكلم على يمكن انت ذكرتي اكو بعض الاعمال اللي تكون موجوده في يكون لها روحيه، يعني مثلا انت قلتي للمراه او غيرها، مثل هذه الاعمال شنو اللي انتم تقدمونه؟ يعني شنو الرساله او شلون انتم تقدرون توصلون الرساله اللي مرجيه بهذا المعرض من خلال لوحاتكم؟ طبعا كنا اكثر من معرض من نشارك يقولون تكون نريد معبر عن فلسطين، لان حاليا مهرجاناتنا اكثر شيء تكون عن فلسطين. فانا اليوم مشاركه بمهرجان معرض فعندي لوحه عن فلسطين فخليتها وجيت عرفت المهرجان. وين المهرجان؟ بكليتنا. ها بكليتكم. جميله. نعم. حلو. زين نجلاء احكي لنا شوي على الطلبات اللي تجيش انت، يعني ماخذ المود الحزين، شنو السبب؟ حتى الطلبات تجيش حزينة؟ لا 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 هو ماكو سبب. دائما تجيش طلبات البورتري؟ لا لا البورتري يعني قليل صراحة. بس أكثر شيء دزولي يكون رسومات معبرة، خاصة كان نصرة البدر يطلب من عندي لوحات ما أعرف شنو معبرة تكون كلها هيكل ومدري شنو، يعني أقول لي ليش بس يكون موزع موسيقي أو فرقة، المهم يعني خاصة الغناء. فأكثر لوحاتي دائما هي موجودة بالاستديو عندهم هي ملاتي. عادة كم تستغرق معك الرسمة لانتهاء من عندها يعني تقديري؟ يعني إذا طلب فيتكون أسبوع. أسبوع. طبعا ممتاز نجلاء، طبعا احنا كلش نتمنى لك التوفيق. تسلمين. وانت بعدش في بداية خطواتك، تحتاجين يمكن واحدة من الأشياء المهمة انه دائما يكون عندك وقت تنقلين لوحات حتى تكون ريشتش أقوى وأنضج. صحيح. شكرا لك نجلاء. سلام. شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا احنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع بقية برامج اليو تي في من برنامج صباحكم، ونقول لكم في أمان الله، مع السلامة.